السلام عليكم. راح أحكي لكم اليوم how to use digital smile design template by keynote on Mac computer. okay. معكم دكتورة نور مرشحة، طبيبة تجميل الأسنان من سوريا. بشرفني اليوم إني أخبركم تفاصيل أكثر عن digital smile design DSD and how to use it. أول شيء بيكون عنا تيمبلت موجود على الكينوت، بناخده جاهز طبعا. هو عن طريق كريستيان كوتشمان. تيمبلت مؤلف من سلايد، 30 سلايد. سلايد الأول بيكون فيه الكوفر فوتو والبيشنت نيم والديت فور ذيس كيس والدكتور نيم والأوبجكتيفز. بنختار صورة كوفر فوتو وبنحطها على غلاف الفايل فور بيشنت. السلايد الثاني بيكون في عنا فاشيا فرونتال ريتراكتد وبيكون عنا فاشيا فرونتال سمايل. الصور يفضل انه ناخذهم باي ريكوردينج فيديو، يعني الافضل انه نحن لما ناخذ الصور للبيشنت ناخذهم عن طريق فيديو مسجل، لانه البيشنت لما بيتاخذ له فيديو بتكون ضحكته بالفيديو ما فيها تصنع مثل الصور، لانه الصور غالبا لما نحن بناخذها از فوتو بس البيشنت بيكون عم يضحك بطريقه معينه تعود انه يضحك عليها ان جنرال، حتى يخبي فيها عيوب بابتسامته او يعطيك ضحكه ما يبين فيها القم مزبوط او ضحكه يخبي فيها طرف ما يحبه. المهم انه البيشنت خلال الايام بيكون معود على ابتسامه، حاول مع الايام يظهرها بطريقه هو بيشوفها جميله اكثر. سو الافضل انكم تصوروا البيشنت فيديوز بعدين تلقطوا منه صور تفيدكم بتصميم الابتسامه وتكون الصور الضحكه حقيقيه. فلما منبلش التصميم بناخد أول شيء الفاشل فرونتال سمايل منصمم عليها، بعدين بناخد الفاشل ريتراكتد. أوكي. السلايد الثالث بيكون فيه بروفايل ريلاكسد بروفايل سمايل، وعنا السلايد الرابع هو 12 أوكلوك. هاي الوضعية وضعية الساعة 12 وضعية كتير مهمة بتصميم الابتسامة، خاصة انه نحن لما بناخد وضعية 12 أوكلوك بنقدر نعرف بالضبط اي سن لازم نشيل منه اكتر اثناء التحضير واي سن لازم نبرزه اكتر مشان نعطي سمايل لاين صحيحة. يعني بهاي الكيس ان شاء الله رح نتناقش فيها اكتر ونشوف انه نحن اوقات بيجينا الكيس على العيادة ومنفكر مثلا انه عندهم سن هو اللي بارز ولازم نبرده ونرجع لورا. وضعية الساعة 12 بتوضح لنا بالضبط اي سن مفروض انه ينبرد او لا، لانه اوقات بتكون الاسنان كلها راجعة والسن اللي بارز هو اللي محله صحيح. سو هاي الوضعية كتير مفيدة بانه تحدد لنا آلية تصميم الابتسامة وآلية التحضير اللي نحن رح نبلش نهيئ الكيس عليه لنبعتها لللاب. الصورة الخامسة هي الأبر أوكلوجل، ممكن ناخدها على الموديل، وبعدين عنا اللور أوكلوجل إذا كنا رح نشتغل على السفلي أيضا، وعنا أذر فوتوس وضعية الراحة، ممكن نلقطها كمان إما من الفيديو أو من اللقطة كصورة عادية. بعدين الفاشل فيديو هذا كتير مهم مثل ما قلتلكم لتقدروا تلقطوا من خلاله الصور اللي رح تفيدكم بالتصميم. بعدين عنا الكلوز أب فيديو وعنا الفانكشنال فيديو، وطبعا ناخد كمان صور شعاعية للكيس اللي رح تكون بين ايدينا الاكس راي كرمال انه نعرف بالضبط الحالة الصحية للكيس before start doing and designing it. طبعا ناخد كمان البيريو تشارت والاكس راي بانوراميك، منشوف هل البيشنت بحاجة لزراعة او لا. بس انه هاي التمبلت بتوضح لي بالضبط انتو لما بتصير عندكم كيس بين ايديكم بتصيروا بتعملوا بس تشينج للبروفايل نيم بروفايل بيكتر والبيكتر for patients طبعا، واذا بدكم تاخذوا other screenshots images مثل city scan or عندنا الميديكال هيستوري كمان ضروري تكون موجودة بملف كل patient. اضافة لهي الشيء بننتقل على السلايد 18، بيكون عندنا الاول سلايد اللي رح نبدا فيه digital smile design، المسطرة الرولر، السمايل لاين لل 12 o'clock، والسمايل ديزاين فور اوكلوزال فور اوكلوزال موديل، وبعدين عندنا الدي اس دي توث بروبورشن جايدز. طبعا هي بتعتمد على الريد بروبورشن اللي بتتراوح نسبتها ما بين 70% and to 90%. 70 بتكون الاسنان مستطيله اكثر، ال 90 بيكون الاسنان مربعه اكثر. الايديال توث
proportion هي 80%، بتكون أجمل طبعاً إنه نحن نحاول دائماً نتوجه للأديال، بس إجمالاً أنتوا حاولوا تختاروا التوث proportion بناءً على معطيات وجه المريض. يعني sometimes لما بيكون عندكم patient وشه مربع، حاولوا تختاروا لأسنان تكون مايلة للطول أكتر من أنه تكون أسنان مربعة، لأنه الوش المربع إذا عطيتوه أسنان مستطيلة شوي بالطول بيكون مبين وشه أنحف. الوش المدور كتير ما نعطيه أسنان عريضة، نعطيه أسنان ضيقة. الوش الرفيع كتير ممكن نعطيه أسنان ايديال 80%. الوش اللي فيه زوايا سداسية، يعني انتو كل وجه تعاملوا معه على اساس تظهروه بشكل اجمل، مو على اساس تظهروا العيب اللي فيه. يعني الوجه المثلثي ما تستعملوا اسنان فيها زوايا حد كتير. الوجه اللي بيكون زوايا الدقن تبعيته مربعة ما نستعمل زوايا او proportion تكون مربعة 90 مثلا. اوكي، يعني حاولوا انكم تبرزوا وجه جميل بطريقة تلعبوا فيها على الاسنان بشكل صحيح. وبعدين هون عنا أسنان مأخوذة بالسكان طبيعية، هي اللي رح نركب عليها الابتسامة after designing the smile. وهون في عنا الأشكال الابتسامات، منلاحظ triangular كيف بتكون، الأوفار، rectangular، square. تنتبهوا كيف شكل كل ابتسامة بيرجع للنسبة اللي انتو بتختاروها لل your patient. اوكي، واخيرا بيكون عنا اشكال الاوفال والتريانجل والريكتانجل والسكوير. هاي بنقدر نشيلها ونحطها على الابتسامة قبل ما نركب عليها صور المأخوذة بالسكان. طيب هلا I will start with you this case. اول شيء بناخد copy للبيكتر، نعمل كوماند سي ومنروح على السلايد نمبر 18 ومنعمل كوماند في. بتجي الصورة على السلايد، بناخدها سند تو باك، نعملها سند تو باك ومنكبرها لتكون ضمن الإطار اللونه أخضر. منحاول أن الوجه يكون ضمن الإطار اللي لونه أخضر والدقن تكون موجودة تماما على الكيرف. اوكي، بهاي الشكل. هلا منحاول نضبط، نتاكد انه انضبطت معي مزبوط. اوكي، منحاول هلا نضبط الوجه يكون ما فيه روتيشن. اذا شفنا ان الوجه مو متوضع بشكل صحيح، منروح على زاوية المثلث، منكبس كوماند، بيطلع علينا هاي الشكل مدور شوي، منقوم مندور على الدجري اللي منشوفها مناسبة ليطلع بشكل صحيح. اوكي، اي خطأ منلاقيه اثناء الشغل منكبس كوماند زي، بيرجع الشغل مثل ما كان صحيح. بعد ما نحط الصورة back to ground back send to back sorry، رح نضبط الخط الأفقي المار من بؤبؤ العينين. منخلي الخط يكون مار من بؤبؤ العينين، هذا أول خط رح نحطه guideline for our small design. بعدين الخط الثاني اللي هو الخط المار من البابيلاز، أوكي، منحطه يكون موازي للخط المار من بؤبؤ العينين. الخط المهم الثالث اللي هو الميدلاين. كيف منحدد الميدلاين؟ الميدلاين منحده عن طريق الفلترام اللي بتكون النثرة فوق الشفة العلوية، هو هاي هون نقطة الميدلاين. مننتبه بهاي الكيس انه الميدلاين اللي موجود على الشفة ما هو منطبق على الميدلاين للأسنان. بيقول كوتشمان انه لما بيكون عنا الشفت مقدار 4 ميلي وأقل، it's okay to keep it as is without preparation to shift it on the filtrum. يعني أنا بقدر أحط الميدلاين على الأسنان لأنه عندي الأسنان العلوية منطبقة على الميدلاين للأسنان السفلية بهيك حالة، لأنه عندي إياه 4 ميلي أو أقل. أوكي، بس اعتماد الميدلاين بيكون هو هون. اتفقنا؟ نجي هلا على الخطين الجانبيات، بيكونوا مارين من بؤبؤ العينين متعامدين مع الخط الأفقي يلي حددنا، وهو اللي رح يعطيني السمايل وين رح تكون من يعني
عن سوار الفم تقريبا. اوكي هلا مثل ما لنا شايفين اوكي بنكون تقريبا خلصنا تحديد الخطوط الأساسية للجايد سمايل لاينز. نجي هلا عنا تحت مجموعة خطوط منحدد عليهم ومنعملهم as group. اوكي منحدد عليهم نعمل كليك يمين ومنسويهم as group. هدول بصيروا بيتحركوا معنا اوكي بصيروا بيتحركوا معنا لنقدر نعمل سمايل بو فيس بو على السمايل اللي عنا. قبل ما ننتقل للسلايد اللي بعده رح اعمل دوبليكيت فور ذيس سلايد واروح على السلايد اللي بعده. اوكي بيكون عندنا هلا صار بتعيين هدول الخطوط ديجيتال فيسبوك. اوكي نعمل دوبليكيت لهذا السلايد ومنروح هلا على الخطوط اللي موجوده تحت منطلعها على الابتسامه. منبلش هلا نعملهم as an group لهدول الخطوط as an group ومنبلش بابتسامتنا. بس قبل منشيل كل الخطوط اللي حددناها ومنترك بس الخط الوسط ال horizontal line ومنبلش منرفع القوس الابتسامة لحتى يكون موازي للشفة السفلية ويكون عند الطول الانسايز الادج اللي بدنا اياه. وبالنسبه للخطوط العموديه هاي بنخليها تروح وتجي بالعرض لتزبط على العرض اللي نحن بدنا اياه للاسنان. اوكي يعني تقريبا بهذا الشكل وبنطبق الميد لاين اللي إلها على الميد لاين. بس نحن هون بهالشفت الصغير هاد ما في داعي انه نعمل شفت بريبريشن لنجيبه على الميدلاين اللي على النثرة. منحاول انه نخليه اتس اوكي على نفس الميدلاين للأسنان ونطبق المحاول الخطوط اللي عيناها على الأسنان. طبعا منكبر شوي ليجي على عرض السن عالضبط. اوكي نقدر نعرض شوي صغيرة لحتى ينضبط الويت بشكل صحيح. اوكي هلا بنعمل ايديت ماسك ومنساوي كات جست للسمايل اللي نحن بلشنا شغل عليها فور ديزايننج. وي كروب ذس وان. اوكي بعد ما نعمل كروب منحط دان وبصير في عندي بس هاي البيكتشر. نعمل دوبليكيت لكل الشغل اللي نحن عم نشتغله وبنعملهم كلهم as group. اوكي وبكبر البيكتشر لتصير ضمن السلايد. Sorry. اي خطأ بنعمل command z. اوكي ما منكبر بس بالعرض لا منكبر من الزاوية. اتفقنا رح اعمل edit mask اشيلهم as an group. اوكي بعد ما حددنا النص خلص هذا ال horizontal ما بقى يلزمني رح اكبر الجروب هذا مع بعضه على قد السلايد. اوكي بصير عنا مثل ما لنا شايفين السمايل كيرف. بعملهم برجع مرة تانية as an group وببدأ برحلة تصميم الابتسامة. بشوف السمايل كيرف وين بدي اياه يكون واقف اللي هو الطول اللي أنا بدي أحدد عليه الابتسامة والميد لاين موجود. ببلش هلا بحط two references lines بضيف من الشيب line
وهذا اللاين رح يكون references لإلي لما أنتقل لأي تصميم بعده عشان أعرف الخطوط المرجعية لإلي. أوكي، بحط الخط بهالشكل، أول خط لإلي من عند. أوكي، هذا بحط references، أي references line يعني، مهم إني أنا ما أضيع بالشغل بعدين. وبرجع بختار line تاني مشان أحط فيه على السنتر، بيكون خط أفقي بحطه على السنتر بشكل إنه أنا ما أضيع أثناء الشغل وأضل عرفاني الحجم الصح اللي بدي أشتغل عليه بالأسنان. اوكي، هذا اللاين بيكون عند نهاية اللاترال مثلا هون. اوكي، بصير عندي two references lines وبصيروا هن الخط المرجعي. بعد ما خلصنا من وضع الخطوط على الوضع الابتسامي، بنعمل duplicate لهاي السلايد ومنشيل البيكتشر من السلايد وبيضل عندي بس الخطوط. بروح على صورة الريتراكتد وبعمل كوبي للبيكتشر كوماند سي، وبروح على صورة الخطوط بعمل كوماند في تجي الصورة. انا ما رح يلزمني هون الوجه، سو رح اعمل ايدة ماسك وقص الابتسامة بس. اوكي، رح تلزمني فقط الابتسامة بالريتراكتد وباخدها مثل ما هي. اوكي، بعمل دان وبحطها على السمايل لاينز الموجوده عندي. بس هلا انا ما بعرف قديش رح يكون حجم الابتسامه المناسب عليها، بعمل سنت تو باك، فبرجع للريفرنسز لاينز اللي حطيتهم، بشوف كيف كنت حاططهم للريفرنسز لاينز. هون الصوره طالعه كانه اصغر شوي، فبكبرها وبحطها على نفس الريفرنسز لاينز عالضبط اللي كنت أنا حاططهم بالصورة القبلة. أوكي، سو هلأ بيطلع عندي بس لحظة مشان تطلع بعدها تقريبا. أوكي، هلأ بنقدر نشوف between those بالretractor والsmile. أوكي، بنلاقي كيف عم بتكون السمايل لاينز. اوكي، هلا بنعمل دوبليكيت كمان لهي السلايد. اوكي، سو اي دوبليكيت ذس سلايد، وهلا بشيل الريفرنسز لاينز، اول ريفرنس لاين، ثاني ريفرنس لاين، بروح على التوث بروبورشن وباخذ النسبة المثالية، بعمل كوماند سي وبرجع على الصورة وبحط النسبة 80% لأحدد نسبة السنية اللي بدي إياها. رح أحط عندي العرض أنا بعرفه مسبقاً، بس بعرفه أنا أدي العرض للسنة. أوكي، بس الطول اللي أنا بدي إياه ما عندي، سو بحطه على نفس وين رح أحطه. طلعوا كيف على نفس الخط. أوكي، أولاً على نفس الويدث رح يكون تماماً منطبق عليه على التمام، وهون رح يكون منطبق على هاي الزاوية سي، رح يكون منطبق على هاي الزاوية. أوكي، هيك بيطلع معي النسبة 80%. أوكي، مفروض إنها تكون هون، فرح أرفع الكيرف لهون على نفس الخط. ليش؟ لأنه إذا بتنتبهوا إنه أنا هيك 80% معناها ما بدي أعمل جنجيفوكتومي، رح أزيد بس بالإنسايزر إيج على السنترال. هلا بقدر انا اعملها مثلا 80% هيك، وقتها بيكون بدي سيرجري للجنجيفا. اوكي، وبيكون السمايل لاين ما هي طويله، او بعملها هيك على طول السن. هلا نحن الاكسرسايز تمبلت انه نحن نحطها على طول السن بهاي الشكل. اوكي، هلا بنساوي دوبليكيت للسمايل كيرف ومنرفعها لحتى نرسم السمايل فورمز ومننزلها لتكون
سوري بننزلها لتكون على نفس الجنجيفا لاين وبنعمل دوبليكيت لهذا الخط وناخذه اوكي يا اما بنعمله دوبليكيت وبنعكسه اوكي او انه بنساوي دوبليكيت للخط اللي تحته اللي هو دوبليكيت لهذا الخط وبنرفعه لفوق وبننزل الكيرف من هون اوكي لتكون على مستوى الاسنان اي شيء بيصير معنا اثناء الشغل كوماند زي على طول اوكي بنحطه على مستوى الاسنان هيك بيكون صار في عنا سمايل فورمز شو يعني هلا السمايل فورمز هلا راح احكي لكم عنه بنسوي دوبليكيت لهذا السلايد وبنشيل البروبورشن اللي انا حطيته اوكي هيك بيكون صار عنا السمايل فورمز السمايل فورمز شو يعني يعني نحن عنا هدول المربعات هي اللي رح تنحط فيها الاسنان اوكي هاي هي السمايل فورمز يعني اوكي هلا بعد ما حطينا السمايل فورمز بدي هلا اجيب الاسنان بس اضبط اللاين هون مزبوط اوكي تمام هلا بروح بجيب الاسنان احنا رح نختار الاوفال لهي الابتسامه رح احدد الابتسامه هاي واعمل لها كوماند سي واروح عليها واعملها كوماند في رح اعملها هون از ان جروب وناخذ سنسن على التصميم اللي نحن حطيناه اوكي سوري اي شيء بتحرك معكم رجعوا كوماند زي هون رح يكون عندي السنترال اوكي رح نطلع اللاترال اوكي والكناين حتى ضمن نفس الحجم طول وعرض اوكي والبريمولر اذا بدهم برم او لا اوكي بزبطون والانذر سنترال نرفعها كمان مزغرها لتكون ضمن السمايل فريم مزغر اوكي ليكونوا على قد بعضهم هاي السمايل شايفة بدي ارفعها شوي اكتر so. اوكي بدي صغر هاي تكون على قد اوكي بعدين عنا الانذر لاترا طبعا هون الكناين هو اللي بده يتحول لاترا وال first premolar راح تكون كناين اوكي والsecond premolar راح تكون first premolar راح تكون هون محطوطة ضمن المربع اللي نحن حطيناه بالنسبة للتناسب اوكي بنوقف عند نزبطها جوا راح تنحط برافو اوكي هلا صار عندي الاسنان مرصوفه بشكل نسبه وتناسب على الايديال بروبورشن هلا بروح على السلايد
اللي فيه الرولر اوكي لحتى نعمل كالبريشن للسمايل اللي عنا ونعرف ننقل التصميم اللي بدنا اياه لللابوراتوري. بنعمل كوماند سي وبنرجع هون نعمل كوماند في. الخط المأخوذ هاد الهوريزونتال تو لاينز مأخوذين من ديستال السنترال لديستال السنترال، يعني نحن لما عملنا كالبريشن على المسطرة طلع معنا من وحشي السنية لوحشي السنية مقدار 15.5 اوكي. سو بدنا نحط الخط نعملهم as n group، والخط الاول رح يكون distal السنية السنترال الاصلي central central على distal central الاصلي، واللاين الثاني رح يكون على distal السنترال الاصلي اوكي تمام. والكالبريشن رولر رح نصغرها لترجع تعطيني نفس السايز اللي نحن اخدينه على الموديل او بيتم المريضة اللي هو 15.5 اوكي هو 15.5 اللي هو من الديستال للديستال. نعمل دوبليكيت للرولر وهي اللي بدنا ناخد عليها السايزز. فهون مثلا رح اعملها دوبليكيت لحتى اوضح لكم بشكل اكتر على اللاترال على الكناين اوكي دوبليكيت على السنترال. هلا هون مثلا بنعرف قديش لازم يطول عندي السن لحتى يصير ضمن التصميم، يعني أنا قديش اللسه لازم مثلاً أنه أشيل منه المقداري اللي أنا بدي أشيله مثلاً هو 1.5 ميلي أوكي. بالنسبة للاترا بالنسبة للكناين رح يكون تقريباً 0.5 لـ1 ميلي. بالنسبة للسنترال ما رح يكون في عندي إزالة من اللسه. بقدر أحدد الطول اللي أنا بدي أزيد فيه السن، يعني رح أطلب من المعمل إنه بليز رح أزيد أنا المقدار اللي موجود عندي على الرولر. فهيك بصير كل سن بقدر أعمل له قياس دقيق ديجيتال وأبعته للمختبر وأشتغل البريبريشن على هذا الأساس، يعني أحدد بالضبط قدي أنا لازم أشيل من الجنجفة قدي لازم أزيد بطول السن أو أقصر أو أعمل ضمن التصميم اللي موجود عندي أوكي؟ أوكي هلأ هون صار عندي سلايد بقدر أوضح فيه للمعمل الخطة تبعيتي وكيف يقدر يعمل لي واكس أب على هالقياسات اللي عندي. طبعا بالنسبة للسنترال طالما انه هون عندي السايز الكالبريشن زيرو فما في داعي اني احط رولر. هلأ بعمل دوبليكيت لهاي السلايد اوكي وباخد سلايد جديد مشان اعرف قدي انا رح طول بالانسايز الاج قدي بدي زيادة بالطول لانسايز الاج بالضبط وببعتها للمعمل لحتى يعرف بالضبط لوين هو راح يوصل لي بالسمايل كيرف اوكي. باخذ السايزز كلها قديش راح ازيد بالاطوال انسايز وسيرفيكال كمان قديش بدي اعمل كوفر للجنجيفا. بقدر اعمل دوبليكيت للرولر تمام وبقدر اعمل له راوند بالعكس بقيس بنفس الوقت قديش انا رح زيد سيرفيكال قديش رح بزيد بالانسايزر وتكون عندي هاي السلايد اللي هي الماب اللي انا رح امشي عليها لاعرف بالضبط قديش رح زيد بالاطوال سيرفيكلي وانسايزر اوكي. بصير عندي هاي السلايد as map how to do perfect smile.
بعد هاي بصير المختبر قادر انه يعمل لي واكس اب للموك اب بشكل صحيح اقرب للتصميم اللي انا بدي اياه تماما. بعمل دوبليكيت لهذا السلايد وهلا ببدا بعمل ديليت لكل شيء حطيته لانه رح بلش انقل الابتسامه مع اللون ليبلش البيشنت يقدر يشوف كيف ابتسامته الجديده راح تكون. شيل كل الخطوط ورح اترك بس خطوط الاسنان فقط. اوكي فقط خطوط الاسنان. هلا بروح على السلايد 33 بعمل كوبي للابتسامه مع لونها وبعمل بيست وباخذهم as an group وبشيل سنسن بعبيه ضمن الإطار اللي نحن عيناه. أوكي بصير ضمنه تماما. بصير وقتها نحن قادرين نتخيل شكل الابتسامة الجديد ونقدر نعطيه للبيشنت التخيل الحقيقي ل النيو بيشنت ونشوف اللون واللي قديه بيلبق له للبيشنت او لا. كتير مهم انه المريض اللي بيراجعكم بالكلينيك يكون عنده تخيل صحيح لحالته قبل ما تبدأوا، بتخففوا كتير مشاكل ممكن تصادفوها بالعمل. مريض التجميل غالبا بيكون مريض صعب ارضائه، صعب انه نحن نرضيه لانه الجمال اللي انت بتشوفه ممكن البيشنت اللي عندك ما يشوفه مثل ما انت بتشوفه. بس اجمالا النسب الجمالية الحلوة كلياتنا بنتفق عليها، الحلو ما بيخبي حاله. وقت بيكون في عنا شيء حلو بالعالم كله محقق النسبة الذهبية بنشوفه حلو، فراشة العصفور نسبة منقاره للوجه بيكون محقق النسبة الذهبية. كلياتنا بنتفق انه في اشياء حلوة بالطبيعة ما بنختلف عليها، بس اجمالا كل مريض في له امنيه بابتسامته، خلينا دائما نتوجه لانه نحقق له اياها نحن قدر الامكان. حطينا السمايل على الخطوط اللي عيناها. اوكي تاكد انه حققتها مزبوط. اوكي وهلا نغير اللون. اوكي طبعا تأكدوا انه ثبتت عندكم على المزبوط. اوكي بخصوص هلا اللون نعمل تعديل على الإكسبوجر. كيف نعمل تعديل على الإكسبوجر؟ هلأ رح أحكي لكم. وسط السماء. أيوة أوكي كيف رح أعمل تعديل إكسبوجر؟ بعمل فورمات على إيمج بحط إكسبوجر على كل سن او على الكل بحددهم. اوكي وبزيد الاكسبوجر قد ما بدي انا ازيد باللون. تمام يعني بدي افتح بدي اغمق فبصير بقدر اشوف اللون لوين بدي اياه يوصل. وهذا بزيد الاكسبوجر تاعه. اوكي هلا شو رح اعمل؟ رح اعمل دوبليكيت للسلايد. عملت دوبليكيت للسلايد، بنحدد الاسنان هذول اللي حطيناهم وبنعمل لهم سند تو باك. اوكي بعدين رح شيل الخطوط البيضه كلها، رح اعمل لها اريز وارجع اعمل
الصورة نفسها send to back لترجع عليها الأسنان. أوكي هلا صار عندي الديزاين موجود، بروح هلا لوين؟ على الصورة بالسلايد 21، بجيب البيكتشر بس لأنه لازم تكون بنفس حجم retracted على الضبط مشان references lines، بجيب بس البيكتشر بدون اللاينز ما بدي اياهم، وبعملها للصورة هاي duplicate. اوكي بشيل هاي الصورة وبعمل paste للصورة بالسمايل، وضع السمايل بتصير الأسنان موجودة عليها. اوكي هلأ بصير في عندي بوضع ال retracted والسمايل. هلا بعمل دبليكيت لهذا السلايد وبعملهم كلهم كوماند اي، وبعملهم جروب وبصغرها كلها لسمايل. اوكي كتير بصغرها، وشو بعمل؟ بضغط كليك يمين كليك يمين وبعمل edit format edit mask وبرجع البيكتشر الأصلية قبل ما أبدأ مع السمايل الجديدة يلي عملتها. اوكي ننتبه انه كلها تتحرك سوا، بعمل دان، بساويها كلها command A as group. اوكي وبجيبها على النص و برجع بجيب ال retractor بعمل command A وبعملهم as group و إذا بدي أشوف مقارنة بين ال بين السمايل والريتراكتد، أو بجيب صورة السمايل نفسها بعمل لها كوبي بحطها جنب صورة ال الفينيشينج. أوكي رح أرجع السايز على الضبط نفسه إيديت ماسك. كرمال تصير المقارنة مزبوطة. اوكي برجع السايز على التمام لحتى تطلع المقارنة على الأد، يقدر البيشنت يشوف حاله. تمام حددتها as group ابتسامتها. اوكي عشان اقدر اصغرها على نفس سايز البيكتشر اللي جنبها. تمام وقتها بصير عندي مقارنة كيف رح تكون الابتسامة والتصور تبعنا بالديجيتال سمايل ديزاين. اوكي نشوف كيف before and after، ومنقدر نساوي مقارنة نفس الشيء بالretracted ونجيب صورة retracted. اوكي و هي في عنا بالنسبة ل 12 o'clock نفس ال smile lines اللي موجودة بالسلايد number 32 منشيلها كلها. اوكي منعينها command C ومنحطها على السلايد number 4. اوكي مزغرة sorry نعملها كلها as group وبصغرها لتكون ضمن السمايل
اللي عند ال patients اوكي لي حتى يجي ال midline و distally ال centrals اوكي هيك بصير تمام. ننتبه انه اللاترال ما هي بارزة، يعني لازم انا ابرز القواطع الثانية اوكي. رح اعمل ايدة ماسك ورح اعمل كات للسمايل واعمل دوبليكيت للسلايد واعملها كلها as a group اكبرها مع بعضها مشان اقدر اتحكم فيها تمام. هلا بتتذكروا وقت سوينا السمايل لاينز تمام، نفسها هون رح نرجع ناخد الرولر نعملها كوبي ونشوف قديش انا بدي اعمل زيادة بسماكة مثلا العدسة او التركيبة لحتى تصير عندي على السمايل لاين اوكي. طبعا انا مفروض يكون عندي العرض من الديستال للديستال 15.5 هو نفسه اللي نحن اخذناه بالمسطرة بتم البيشنت اوكي. العرض من هون لهون راح يكون 16.5 تمام. فهي الحجم هو اللي رح نعتمده بالقياس 16.5 هذا هو العرض اللي رح نعتمده بالقياس مشان ما تكبروا وتصغروا المسطرة وتخربطوا بعد القياس بالكالبريشن اللي انتم عم تعملوه. فهون بصير عندي قدرة اني اعرف قديش لازم ازيد بسماكة كل سن كرمال يصير على السمايل لاين صح. فوضعية الساعة 12 مهمة جدا لاعرف مقدار بروز او تراجع الاسنان ومنقيس كل سن تماما قديش انا بدي اياه يكون. Duplicated اوكي وبعرف بالضبط كيف لازم تكون السمايل لاين. طبعا متأكد تماما انه نحن حطيناها بشكل صحيح لانه اذا بننتبه اهم شي تكون على الميد لاين اوكي وتكون ايوه بالضبط هيك. فمنشوف انه الناب لا ما هو بارز انما الاسنان الثانيه اللي مفروض نبرزها لانه الاسنان الثانيه هي اللي راجعه لورا. فهمنا موضوع ال 12 o'clock تمام. ونفس الشيء بالنسبه لل upper occlusal بنجيب اللاينز اللي موجوده بالسلايد 34 نعمل لها كوبي بنروح على الأوكلوزو بيست ومنطبقهم نفس الشيء اوكي. بنخلي كل واحد يكون فوق السن تماما ونظبط اللاينز ونفس الشيء اذا بدنا نعملها على
بدون 12 o'clock. بس وهي هي كل مبدأ التصميم. الكونسبت اللي قاله إذا فهمناه صح بصير الموضوع كتير سهل. بصيروا أنتوا بس عم تعتمدوا تيبس بسيطة لتوصلوا للغاية اللي بدنا إياها. المهم إنه نحن ما يكون شغلنا اعتباطي أبداً، يكون كله ضمن مقياس دقيق وصحيح لنوصل لنتائج مظبوطة بالمية مية إن شاء الله. شكراً كتير لحسن متابعتكم، وأسف أني طولت عليكم. طبعاً أي استفسار أي شيء بيلزمكم أنا بالخدمة دايماً. شكراً لكم، بتمنى لكم التوفيق جميعاً.